اقول لك حاجه، الانسان لما بيكون مرتاح وناجح بيظهر على وشك. يعني وانت متعصبه اكيد ملامح وشك كلها هتلاقيها متشرفطه، غضب ربنا نازل على وشك كده، تحس ان انا كبرت في السن 20 سنه. اول ما ببقى مرتاحه في حياتي الشخصيه، في بيتي، في شغلي، ربنا كرمني وناجحه، بتحول، بحس ان انا رجعت 20 سنه لورا. فالنجاح والرضا والحاجات دي والله هي اللي بتخلي البني ادم يعني يرجع زي ما كان او ما يتغيرش. ربنا يخليك.